ربنا تقدست أسماؤه وعلت صفاته، هو كما أثنى على نفسه لا نحصي ثناء عليه، له الحمد في الدنيا والآخرة على الدوام. أحمد ربي وأشكره على ما من به من الفضائل والخيرات التي نعلم والتي لا نعلم، فهو ولي الإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة التي لا تضام. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالنور المبين الذي محى الله به الشرك والظلام. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله بالتقرب إليه بالصالحات وبغض ومجانبة السيئات، فمن اتقى الله تولاه، ومن اتبع هواه وآثر دنياه خسر نفسه وضيع النعيم المقيم في أخرى. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها المسلمون، لقد ناداكم الله تبارك وتعالى باسم الإيمان، أعظم صفة للإنسان، بأن تتوسلوا إليه بصالح الأعمال وتحرموها من المبطلات والاضمحلال. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والوسيلة جميع الطاعات، فعلا للأوامر وتركا للنواهي. والوسيلة تعم وسائل الطاعات كلها وتشملها جميعا. والباب الجامع للخيرات والمنجي من العقوبات والأشمل لطرق الصالحات والحصن من الموبقات هو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو يكمل الفرائض والواجبات ويجبر النقص في العبادات ويعظم معه ثواب الحسنات وتمحى به السيئات، وكفى بثوابه وفضله وعظيم منزلته شرفا ونورا وخيرا أن فرضه الله عز وجل في الصلاة والحج وفي كثير من الطاعات، وحث عليه الشرع في جميع الأحوال. وركن الدين الأول هو ذكر الله تعالى بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وكل تشريع للإسلام تفسير لهذا الذكر وتفريع لهذه الشهادة. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد للمعبود سبحانه، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد للمتبوع. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد للمعبود سبحانه، وشهادة أن محمد رسول الله توحيد للمتبوع صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ولم يأمر الله تبارك وتعالى بالإكثار من طاعة من الطاعات مثل ما أمر الله به من الإكثار من الذكر. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
إلا ما جاء بالإكثار من الصلاة والسلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه. وكقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. حديث صحيح رواه النسائي وابن حبان والطبراني من حديث أنس رضي الله عنه. وهذه الصلاة والسلام مكافأة من المسلم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ودعاء له على ما قرر من الدين وجاهد أكمل جهاد، وعلى ما أسدى وبذل للأمة من الخير الواسع والنصح الصادق. وكل خير للمسلم أجراه الله، وكل ثواب أجراه الله تعالى على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنة طريقه، والصلاة عليه عبادة لله عز وجل. ومما جاء بفضل الذكر قول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها بدرجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقى العدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. حديث صحيح رواه أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا، رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مسلم رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع؟ قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان. فالذكر يزكي الأعمال ويكمل نقصها، ويدرك به صاحبه ما فات ويمحو الذنوب. وذكر الله سبحانه وتعالى له ثلاثة مقامات. المقام الأول ذكر الله بالقلب، ويثيب الله عز وجل عليه بجوده وكرمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والمقام الثاني المقام الوسط، وهو أن يذكر المسلم ربه بلسانه، ويغفل أحيانا عن استحضار معاني الذكر بقلبه، فهو على خير عظيم، وثواب هذا المقام لا يحصيه إلا الله، وهو أعظم أجرا من المقام الأول، لزيادة النطق باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. والمقام الثالث من مقامات الذكر أن ينطق اللسان بالذكر ويوافقه القلب بمعرفة معاني الذكر،
واستحضار عظمة الله عز وجل مع الذكر. فهذا المقام أعلى مقامات الذكر، وصاحبه هو السابق إلى الخيرات الأرفع درجات. قال صلى الله عليه وسلم لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك بالجنة. رواه أحمد من حديث رباعة الجهني رضي الله عنه. ففي هذا الحديث توافق اللسان مع القلب في الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. رواه مسلم. ومعنى ذكر الله سبحانه هو الثناء على الرب جل وعلا بالتهليل والتكبير والتحميد والتسبيح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكثرة الاستغفار وكثرة الدعاء. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر. وتنزيه ربنا تبارك وتعالى عن كل نقص، وتقديسه عن كل ما لا يليق بجلاله وعظمته وعزته وكبريائه وكماله وجماله، ونفي مشابهته لأحد من خلقه تعالى وتقدس. وأعظم الثناء والحمد لرب العالمين هو الثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة كما في آيات الكرسي وآخر سورة الحجر. وتعظيم ربنا أيضا بذكر نعمه على الخلق. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وغيرها من الآيات. والذكر خفيف على اللسان ثقيل في الميزان، ولا يعطي ثماره ولا تزكو به القلوب وتصلح به الأعمال والحياة إلا بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الذكر تلاوة القرآن الكريم، فهو المتضمن لجميع المحامد لرب العالمين، وذكر النعم وتفصيل التشريع والحث على كل خير والتحذير من كل شر. أيها المسلمون هذا هو الذكر في خيراته وبركاته ومنافعه ونوره. وأما ثوابه فعليه من الثواب ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر. فمن ثواب الذكر ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في أول يومه كانت له عدل عتق عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حلة من الشيطان يوم هذاك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم. وعن أم هانٍ رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله مرني بعمل أعمله وأنا جالسة. قال: سبح الله 100 تسبيحة فإننا تعدل 100 رقبة.
من ولد إسماعيل واحمد الله مئة تحميدة فإنها تعدل مئة فرس مسرقة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله مئة تكبيرة فإنها تعدل مئة بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله مئة تهليلة تملأ بين السماء والأرض. حديث حسن رواه أحمد والنسائي والحاكم. وعن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يتعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. حديث صحيح رواه ابن ماجه والحاكم. وعن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله فيها. حديث صحيح رواه الطبراني. وتحسرهم لما يرون من عظيم ثواب الذكر مع سهولته، ومن ثواب الذكر أنه يحفظ صاحبه من الشياطين. عن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، منها ذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أذنه سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم. كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. حديث صحيح رواه الترمذي وابن حبان والحاكم. وأعظم ثواب الذكر الفوز بالجنة والنجاة من النار ورضوان الله أكبر. ومن ثواب الذكر أن الله تعالى ينجي صاحبه من الكربات والشدائد والمهلكات. قال الله تعالى عن يونس عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن ثوابه أن الله سبحانه يرفع ذكر صاحبه بالدارين. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ومن ثوابه أنه يقوي الروح والبدن ويعين على العبادات ويحجز عن المحرمات وييسر الله به الأرزاق. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نوح لابنه وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق وبها يرزق الخلق. حديث صحيح رواه النسائي والحاكم. ومن ثواب الذكر البراءة من النفاق وهو أعظم مصيبة في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخيم جوامع الكلم في الدعاء والذكر، فمن جوامع الكلم ما علمه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمك ما هو أفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل؟ سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملء ما خلق، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملء كل شيء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله ملء ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. حديث حسن رواه البزار والطبراني. قال الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
بارك الله لي ولكم القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات وذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم وقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، ولي الصالحين يطاع فيشكر ويعصى فيغفر. أحمد ربي على نعمه التي لا يحصيها غيره، ما علمنا منها وما لم نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرزاق ذو القوة المتين، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله بعمل الصالحات والبعد عن المحرمات. عباد الله، عباد الله، فروا إلى الله من الغفلة والإعراض، فروا إلى الله من الغفلة والإعراض وغرور الآمال، فإنكم في آجال تقرب كل بعيد وتبلي كل جديد. وقد أمركم الله بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. وقال زيد بن أسلم: قال موسى عليه السلام: يا رب، قد أنعمت علي كثيرا، فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا، فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كبرتني، رواه البيهقي والشعب. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يديمون ذكر الله تبارك وتعالى في الأحوال كلها لكمال محبتهم. فكان لأبي هريرة خيط فيه ألفا عقدة، فلا ينام حتى يسبح به، رواه أبو نعيم بن حلية. وكان عامة كلام ابن سيرين: سبحان الله العظيم. وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، أخرجه أبو نعيم بن حلية. والمسلم في هذا الزمان بأشد الحاجة إلى الذكر، لما كثر من الفتن واعترى القلوب من الغفلة، ولما كثر الاغترار بزخرف الدنيا وزينتها، ولما أصيبت به البصائر من الشهوات والشبهات والأهواء، ولما كثر الاغترار بزخرف الدنيا وزينتها. وينبغي أن يقتني المسلم من كتب الأذكار ما يبصره وينفعه ويعمل به. ومن أنفع كتب الأذكار تحفة الذاكرين وغيرها. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارضعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الكفر والكافرين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اذل البدع، اللهم اذل البدع التي تضاد دينك الذي ارتضيته لنفسك، اللهم اذل البدع الى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك على اليقين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه، اللهم انا نسالك العافيه، اللهم انا نسالك العافيه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعدنا، اللهم اعدنا، اللهم اعدنا واعد ذرياتنا من ابليس وشياطينه يا رب العالمين واوليائه وشياطين الانس والجن يا رب العالمين. اللهم انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين، اللهم انزل علينا الغيث يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم برج كرب المكروبين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم تول امر كل مؤمن ومؤمنه وامر كل مسلم ومسلمه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام واخرجهم من الظلمات الى النور. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين. اللهم من عليه بالصحة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عنه على كل خير، اللهم عنه على كل خير، وانصر به دينك إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى ولما فيه الخير والأجر الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك وعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ حدودنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلاد المسلمين يا ذا الجلال والاكرام من كل شر ومكروه ومما يضاد دينك يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وفضله يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سعيها راضية في
جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة، وأبواب موضوعة، ونمارق مصفوبة، وزرابي مبثوبة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.